انا متجوزه من 10 سنين وجوزي شغله بره مصر، بيسافر سنتين وبينزل 4 اشهر كل سنتين. ايه ده معقول؟ مشكلتي انه اول كام سنه جواز كان كويس جدا، وبعد كده اتغير قوي، بقى جاف جدا معايا ومش بيهتم بيا خالص، ولا حتى بيجيب لي اي حاجه ولا هديه بسيطه في خلال ال4 شهور اللي هي الاجازه. ولا بيجي حتى جايب حاجة. بس بيصرف على اولاده كويس جدا. كمان لما بينزل اجازه ما بيقعدش معايا تقريبا، وبيبقى معظم الوقت قاعد عند اهله. ولما لو تعبت شويه بيتريق عليا وبيقول لي انت على طول مريضه، انا اول مره اشوف ست كده، وانا ندمان اني اتجوزتك. اعمل ايه عشان ارجعه كويس معايا؟ ولما اتكلمت معاه شايف اني مجنونه وعندي وسواس قهري، اعمل ايه؟ قال لها كده عندك وسواس قهري؟ بس دي مش غريبه شويه يا هدي؟ لا هو عايز يشككها في نفسها. ليه؟ عشان غالبا هو اتجوز بره. طب ما يسيبها بالتي يعني ما يسيبها بالمعروف يعني ممكن واضح قد يكون اصل في راجل يقعد سنتين كاملين. واضح حته السنتين دي كتير قوي. واضح كمان ان هو بيعمل حساب الست اللي بره مش عايز يضايقها، فبيقعد معظم الوقت عند اهله. يعني الله اعلم، احنا مش عايزين نظلم حد. نهال قالت حاجه، قصدك ايه؟ سنتين كتير جدا على راجل بعيد عن مراته، ما هو يعني لازم هيبقى في حاجه. يعني هو شكل السنتين ده شكل مريض مش طبيعي، في حاجه غلط. يعني من يوم ما اتجوزها يا جماعه، يعني هي من يوم ما اتجوزه وهو مؤسس لفكره ان هو هيقعد سنتين بره، انت تعرفي في الجوازه وهيجي 4 اشهر حصل جفاء خلاص، حصل او هي ما حصلش حاجه غير كده. هو يا حبيبتي، هو انت عمرك ما رحتي له مثلا؟ عرفتي وبيشتغل فين؟ حياته عامله ازاي؟ ما زرتيهوش؟ ما خدتوش الولاد ورحتوا له؟ يعني انا عايزه اقول لك حاجه، حتى تروح له هي مش لازم الولاد. بالظبط. انت يعني احنا مش عايزين نزعلك ولا نحبطك، بس هو الاساس غلط. يعني اساس الجوازه مش مظبوط. النهارده انا رايي، ولو عايزه يعني هيدي هتتصرف ازاي، انا هجيبه وهقعد معاه وهقول له انت في واحده تانية في الحياه، هل انت متجوز؟ هل انت في واحده تانية في حياتك؟ هل انت مرتبط؟ هل انت مش عايز تكمل الجوازه دي؟ لازم تعرفي. لو وقولي له بمنتهى الصراحه، قولي انا هتفهم، لان انت راجل بتقعد سنتين بعيد عني فده مش طبيعي. والله لو قال لك انت بقى تختاري، هتختاري تكملي بقى شكل الحياه اللي انت وافقتي عليها من الاول دي، وتحاولي تحسني علاقتك معاه في ال4 اشهر اللي هو قاعد فيهم هنا، شوف بيحصل ايه بقى. ولا لا فتقولي له لا، يبقى ده وضع ما ينفعش ومش صحي لينا. في ازمه ثانيه بس مش هنطبق. يا جماعه انا ممكن افهم، خلي بالكم انا ممكن مش هيوافق يعني انه لما يجي ما يعرفش يقعد معاها، دي ممكن اتفهمها لانه مش حاسس ان في ما بينهم حاجه. طب ولاده هي غريبه عليه وولاده غراب عليه برضه، لكن انه يقول لها ان عندك وسواس قهري دي المستوقفين. ما هو بيحاول يهزها، هو بيحاول يعني يهزها ويبعدها عنه عادي. لا هو مش قصده بس كده، ده تفسير كل وحيد عشان ان هي عندها مشكله. ده تفسير كل ان هي عندها مشكله، فهو ده اللي مخليه بعيد عنها طول السنين دي. لا انا بتهيألي ان هي لازم تحقق شويه في حكايه الوسواس القهري دي، انا مش فاهماها. يعني ليه اتهمها ان عندها وسواس قهري؟ لا هي مش قصده الجمله، ممكن تكون مش الجمله، الجمله يعني مش معناها. بس برضو ايه، هي بتقول حاجه برضو يا جماعه، يعني انها بتعيا لما هو بيبقى موجود. برافو عليك. وان هو بيقول لها انت دايما عيانه، فانت هل يعني جايه في ال4 شهور اللي هو جاي فيهم؟ لا هي مثلا هي كل مره عايشه، هي فاكره هتشده كده. لا بالعكس، الراجل مش هيتشد كده. ولا هي فعلا انتماء؟ لا ولا هي نهال فعلا ممكن تكون مريضه نفسيا، او عندها مثلا اكتئاب مزمن، او عندها حاله نفسيه مزمنه عادي، أو زي ما مضطربه. ما هي ست برده مش عايشه حياه طبيعيه، زوجها مش معاها. لا وممكن يكون ده بعده من الاساس، يعني هو ممكن من الاساس ده يكون بعده. ثانيه واحده، ده هو من اول الجوازه وبيقول لها سنتين و4 شهور 4 شهور يعني لسه. يعني هو طرح هتجوزها ليه اذا؟ اذا مش عايز من اول الجوازه كده. لا هو يبقى اذا مش كده. انت عندك تساؤلات كتيره جدا، اعتقد انك لازم تدوري لها على اجابات. طب وفكره ان ايه، خلي المركب تمشي وخلي الحياه تعدي، وهو العيال موجودين مع ابوه لازم وبيبعد الفلوس وبيصرف على اهله كويس، على عياله كويس، دي برضو مسكنات انه ما ترضيش. لان هو بتقول لك ايه، هو ما بيعبرنيش بالبلدي كده، مش مهتم بيا لكن مهتم بالعيال. بس اول كام سنه جاي. كان كويس، اول كام سنه كان كويس. ما هو خلاص حصل، مفيش عشره، مفيش هنا، مفيش رصيد، يعني حصل العلاقه خلاص بعيده
بعاد عن بعض. انت محتاجه حتى ما فيش سكايب كل يوم يكلموا بعض يتناقشوا مع بعض. انا اعرف ناس واحد مسافر ومراته هنا قبل سكايب بيفتحوا ويبصوا مع بعض وتشوفوا عامل ايه وهتتغدى ايه. طب ساعات بيطبخ ما تنقل حياتها هي وولادها ساعات بتعمل له اكل معاه يعني تقول له اعمل كذا حط ده على ده يعني طرح. مشارك في مشاركه في البعد. لكن البعد الخالص ده اللي تليفون كل اسبوع ما خلاص لازم هيحصل برود في العلاقه. هي تحاول انها تحسن علاقتها بيه مش عايه بقى مش بالعيا انها توضب نفسها كويس تخلي مظهرها حلو تبتدي تشده شويه في الحوارات يعني ما تقعدش تلومه وتعاتبه. لا هي تصلح من نفسها او تحاول تنقل عنها حاول وبعدين لازم تروح ما تقولوش دلوقتي بس وهو مسافر انا عايز اجي لك انت وحشتني نفسي اجي اقعد معاك شويه انا زهقانه انا مش يعني ايه تبتدي تاخدها له بدلع مش تاخدها له فرض فهماني حبه حبه تحاول ترجع العلاقه تاني. لو بقى المره اللي جايه ما رجعتش ده قرارها خلاص بقى طبعا بس تحاول هي تعمل محاوله كبيره.